يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المصنف رحمه الله في شروط الشهادة على الشهادة شرطان، منهما شرطين، ذكر المؤلف رحمه الله شرطين أو عدة شروط، منها شرطان، يقول الأول دوام عدالتهما والثاني ثبوت عدالة الجميع، فهل هناك فرق بينهما؟ ثبوت، نعم ثبوت، أولا تثبت عدالتهما أولا ثم تستمر هذا الدوام، الدوام معناه الاستمرار، لأنه قد تثبت عدالته في يوم وينتقض في يوم آخر، يفسق في يوم آخر. نعم.